الشعر هو تاج وزينة المرأة، مش بس كده، ده كمان تاج وزينة الرجل. الرجل لما يحصل عنده تساقط في الشعر أو صلع بيبقى فيه عدم ثقة بالنفس، وده بالتالي بينعكس عليه تأثير سلبي، بالإضافة إن هو بيبان أكبر من عمره بكتير. أما السيدات ده بيأثر على طبعا شكلها ومظهرها وبتبقى خجولة. انسي الحاجات دي خالص، وانسي الكسوف، وانسي المنتجات اللي انت اشتريتيها قبل كده. اليوم جايبه لكم منتج في القمة، مجرب، مضمون، فعال 100%. اثبتت الدراسات ان هو ليه فاعلية كبيرة، خصوصا لو استخدمتيه بشكل مستمر ومنتظم، هيرجع لشعرك يعيد لشعرك نموه مرة اخرى، هيقلل من تساقط الشعر جدا، سواء بقى تساقط الشعر ناتج عن حالات الصلع الوراثي او التغيرات الهرمونية او الجينية او لاسباب اخرى تتعلق بالحالة الصحية. جايبه لكم اليوم منتج في القمة، عايزكم بس ان انتوا تركزوا معايا وتتابعوا الفيديو للنهاية، فضلا وليس امرا، لايك كتير، حاولوا تشجعوني، اللايك بيفرحني جدا وبيسعدني. الهي ربنا يسعد كل حد بيساعد في نشر المحتوى، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم، وطبعا شير للفيديو واشتراك في القناة. النهاردة هكلمك عن دواعي استخدام هير بلس باك، ده من الحاجات الهايلة جدا يا بنات، اللي بيحتوي على مادة المينوكسيديل اللي بتحفز من انبات الشعر، وهي تعتبر من افضل المواد الفعالة في علاج مشاكل الصلع. واثبتت الدراسات ان هو يعني بيعالج الثعلبة اللي بتبقى موجودة في فروة الراس، وبيعالج وبيأخر من الصلع الوراثي لدى الشباب، وبيعالج تساقط الشعر الوراثي، بيعزز من سماكة الشعر، وبيعالج أطرافه، بيخلي شعرة تقيلة. في ناس بيبقى شعرها ناعم وطويل لكن بيبقى رفيع وبيبقى هش كده، فهو بيتقله. كمان بيوقف التساقط الشعر الناتج عن التعب والإرهاق والنفسية الغير مستقرة، فهو من الحاجات الهيلة. يعني بيبقى في منه تركيزين في الصيدلية، في منه تركيز 2% وفي تركيز منه 5%، مناسب للرجال وللسيدات على حد سواء. تعالوا نتعرف اكتر على اهم المعلومات المتاحة عن اسبري هير بلس بلاك باك ولتساقط الشعر، من حيث تركيبته الدوائية والاشكال والجرعة وطريقة الاستخدام والاثار الجانبية وسعره، كل حاجة عنه. اول حاجة هنبتدي بيها هي الجرعة. بالنسبة للبالغين هي مرتين يوميا، ولكن طبعا يفضل استشارة الطبيب اولا علشان يحدد لك الجرعة المناسبة ليكي بشكل صحيح على حسب الحالة المرضية. بيتم استخدامه عن طريق الرش على فروة الراس مع مراعاة تدليك فروة الراس بالصوابع، ونغسل الايد كويس جدا بعد التدليك. برغم ان هو كويس جدا للشعر وبيدي نتائج كويسة، ولكن ممكن يسبب استخدام بخاخ هير بلس باك على بعض الاعراض الجانبية زي التحسس من المواد الفعالة او احد مكونات البخاخ. تاني حاجة حدوث دوخة او زيادة الوزن او تورم في الذراعين او الساقين، تهيج فروة الراس او تغير في لون الشعر او تغير في نسيج الشعراية. الحاجات دي طبعا نادرة لما تحدث، ولكن عشان كده دايما افضل استعمال قبل ما نستعمل اي منتج ان احنا نستشير الطبيب، لانه هو لوحده قادر ان هو يحدد لك الجرعة وطريقة الاستخدام المناسبة على حسب حالتك المرضية. ومهم جدا برضو قبل استخدامه ان انت تعرفي الطبيب على كل حاجة، من حيث ايه هي اسباب تساقط الشعر، هل هي اسباب جينية وراثية هرمونية، اسباب بسبب التوتر او الضغط. كمان يفضل ان انت تقولي له على لو انت بتاخدي بعض المكملات الغذائية او عندك بعض الحالات المرضية، ومهم تقولي للطبيب على كل حاجة انت بتستخدميها علشان يعرف يحدد لك الجرعة المناسبة ليكي، وتستفادي اقصى استفادة من هذا المنتج بدون ما يحصل منه اي اثار جانبية.
بيمنع استخدام هير بلاس باك في الحالات التالية، زي ما احنا قلنا في حالة حدوث تحسس مع الناس اللي هي بتعاني من تساقط شعر مفاجئ، او في حالة عدم معرفة السبب الرئيسي وراء تساقط الشعر. وطبعا بالنسبة للأطفال فممنوع منعا باتا ان هم يستخدموه، وبيمنع استخدامه لتساقط الشعر الناتج عن الولادة. ومينفعش نحطه على فروة راس متهيجة او ملتهبة او مصابة او فيها خدوش. وعدم استخدام ادوية اخرى لفروة الراس او منتجات العناية بالشعر خصوصا اثناء استخدام هذا الدواء. ومهم جدا لو انت في حالة فترات حمل او رضاعة طبيعية، مهم ان انت تستشيري الطبيب، وعدم استخدام الدواء الا تحت اشراف طبيب متخصص. وزي ما قلت لكم تاني مره باكد عليكم، مهم جدا جدا يا بنات ان احنا نخبر الطبيب بكافه الادويه او المكملات الغذائيه او حتى العشبيه اللي بيتم تناولها قبل البدء في استخدام هير بلاس باك. بالنسبه لاهم حاجه عندي عشان المنتج يجيب معانا نتائج كويسة، هي طريقة الاستخدام. اول حاجة بيتم وضع حوالي 6 بخاخات من بخاخ هير بلاس باك فوم على المنطقة اللي احنا عايزين نعالجها، مش على الشعر بالكامل، على المناطق اللي هي فيها فراغات او فيها ان الشعر مش قوي او كده. وبيتم تدليك المنطقة كويس جدا، وبعدها بنبدأ نغسل الايد بعد الاستخدام، وبيتم تكرار العملية مرتين يوميا عشان نحصل على النتيجة المرغوبة. في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، وهي الفرق ما بين هير باك 2 و5. بيختلف المنتجين عن بعضهم في تركيز مادة المينوكسيديل فقط. بالنسبة للعيوب ان هو ممكن يسبب حدوث بعض الاثار الجانبية زي ردود فعل تحسسية، حكة او تهيج او طفح جلدي. ده طبعا مش شرط ان هي تحدث عند كل الاشخاص، يعني نادرة الحدوث وبتحدث فقط لو في حالة مثلا عندك حساسية من المادة الفعالة الموجودة في المنتج. وتاني حاجة بتحتاج مادة المينوكسيديل للاستخدام شبه دائم عشان تحافظي دايما على النتائج المرغوبة، و بمجرد ما هتتوقفي عن استخدامه ممكن يتساقط الشعر مرة أخرى. هي دي عيوبه يعني، وهي دي مميزاته. النهاردة كلمتكم عن كل حاجة خاصة بي من طريقة استخدام من كل حاجة، ولكن لو نسيت حاجة ياريت تكتبوها لي تحت في التعليقات، هرد على كل أسئلتكم واستفساراتكم. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو تاني اللي بتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي، فيديوهات أكثر من جميلة ان شاء الله يا رب تنال على اعجابكم ورضاكم. اشوفكم في حلقة جديدة على خير ان شاء الله. فضلا وليس امرا، لايك والشير.